ارجع برضو واتكلم في اللي حصل في الثمان سنين والخمس شهور والثلاث ايام من وقت ما حلف سيادة الرئيس اليمين في 8 يونيو 2014. الارقام اللي قدام حضراتكم انه احنا في توفير، بتكلم على المدن الجديدة، بس بتكلم على المدن الجديدة اللي هيئة المجتمعات العمرانية هي اللي بتتكفل بيها، هي اللي بتبنيها، هي اللي بتنشئها، هي اللي قائمة عليها، مش من ميزانية الدولة. عشان البعض بيخلط، طب لما هو ما احنا عندنا أزمة فما بنعملش هنا، طب دي مش من ميزانية الدولة، ملوش علاقة خالص بميزانية الدولة. فاحنا بنتكلم في هذا التأثير. قال رقم مهم جدا، انه الناس بتتكلم على انه الدولة مسيطرة، الدولة مهيمنة، الدولة احنا عندنا، لو ده ضرب يعني الرقم يعني. وبعدين قال لك ولو عدد الموظفين كذا، يعني هو ضرب رقم ضعيف مش الرقم الحقيقي اللي هو، يعني هو بيقول لحضرتك ايه المفروض انه مثلا ايه 5000 عامل من كل شركة، هو قال لك لا مش 5000 عامل، لو 1000 عامل من كل شركة، وانا عندي حوالي 5000 شركة، ما تضرب ال 1000 عامل في ال 5000 هيطلع لك كم عامل في ال 5000 شركة اللي شغالين. فانت بتتكلم على 5000 شركة قطاع خاص، صحيح هي بالتدريج في شركة كبيرة، شركة متوسطة، شركة صغيرة، بس في النهاية انت عندك 5000، ما بين ال 4000 وال 5000 شركة شغالين في هذا الاطار. الموضوع مش يعني، معلش عشان المسألة ما توصلكش انه في انفاق هائل في المدن الجديدة واحنا مش محتاجينها. مين اللي قالك ان احنا مش محتاجينها؟ السكان كلهم متمركزين، السكان في مصر متمركزين حوالين 6% من مساحة الدولة، من مساحة البلد اللي هي الوادي والدلتا. ومن زمان من 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 من, من وقت ما حيينا لحد دلوقتي واحنا في مصر متركزين حوالين هذا الموضوع، الوادي والدلتا، ما فيش حاجة بتطلع بره. ما انا لازم اعمل لحضرتك عملية جذب، لازم اعمل لحضرتك مدينة جديدة فيها عوامل جذب جديدة مختلفة عن اللي انت عايش فيه عشان اقدر اجذب حضرتك. حضرتك هتقول الاسكان ده خاص بناس فئة عالية، لا، في اسكان متوسط، ونفس اللي حضرتك برضه بتدفعه هنا بتدفعه في الاسكان المتوسط اللي هو في القاهرة، اللي هو في اسكندرية، اللي هو جوه المدينة، ممكن حضرتك برضه تدفعه في هذا الاطار لو حضرتك برضه عايز تعيش في هذا الامر او في هذه المناطق. الموضوع يعني محتاج كل شوية نوضح حالة، كل شوية نوضح أساس، كل شوية نوضح أمر، لأنه ما ينفعش زي ما قلت حضراتكم كده، ده عبور لمستقبل. أنت لو ما عملتش ده دلوقتي، أو لو كنتش عملته قبل كده كمان كانت المفروض تعمله قبل كده، لو ما عملتوش حضرتك بتقول إنه عندنا ما حدش قال لأ، ما فيش مشاكل في البلد، هو في مشاكل، بس في نفس الوقت برضه أنا مش مشاكل وهقعد بتكتف وأحط إيدي على خدي وأقول لحضرتك أنا عندي مشاكل وأسكت، لأ، أنا بسعى إن أنا أحل لك المشاكل القادمة مع المشاكل الحالية، لأن أنا مش واقف ومش لوحدي اللي بمر بالأزمات والمشاكل، كل العالم دلوقتي بيمر بالأزمات والمشاكل، كل العالم، أي دولة فيها مشكلات عدة وفيها وبتحاول بقدر الإمكان إنها تتجاوز هذا الأمر. فدي زي ما قلت لحضراتكم تاني، انه وحتى الرئيس ما بيقول النهارده محدش يعمل اكتر، هيقدر يعمل اكتر من اللي احنا بنعمله. قدام حضرتك انت بتصرف 300، يعني شوف فرق ما قبل 2014 لما بعد 2014، 271 مليار جنيه اتعملوا على خلي بقى حضراتكم، انا بتكلم على المدن الجديده بس، انا ما بتكلمش على اي حاجه تاني، يعني ما بتكلمش على لا طرق ولا صحة ولا تعليم ولا بتاع دي اسمها مشاريع تانية في قطاعات أخرى ولا تكنولوجيا ولا، لا أنا بتكلم فيه، ولا اتصالات ولا حزنون، أنا بتكلم في قطاع واحد بس، إنك أنت بتتكلم في 8 سنين 5 شهور 3 أيام. إحنا كدولة لا، ده مجتمعات العمرانية الجديدة مش ميزانية الدولة. المجتمعات العمرانية عملت كام، صرفت كام، فرق بس 271 مليار جنيه، اجمالي اللي انفق من 2014 لحد النهارده 333 مليار جنيه. فيما قبل 2014 على مدى 40 سنه انا انفقت 62 مليار جنيه على المدن الجديده اللي انا انشاتها. كان كم مدينه جديده؟ كان 40 مدينه جديده. فالامر كله بالارقام عشان ما انتهش، وعشان برضو من معلش
ما انا 22 مدينه قبل كده، دلوقتي احنا عندنا 40 مدينه، 39 مدينه، 30 مدينه خلاص تم العمل فيهم وفاضل 9 تحت التخطيط، يبقى 9 يبقى 39 مدينه. يبقى قبل كده كان 22 مدينه قبل 2014 وفي 39 مدينه بعد 2014. الاستثمارات كلها على بعضيها كده تفرق من قبل 2014 لما بعد 2014، 62 مليار قبل 2014، 333 مليار بعد 2014. فاصل وارجع لحضراتكم. تنفذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة. برنامج ابدأ واللي الهدف منه ان احنا نقلل حجم الاستيراد من خلال انشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر. انا على ثقة كاملة ويقين مطلق في ان مصر بقدراتها وقدرات ابنائها قادرة على تحويل كل أزمة الى فرحة وصناعة المستقبل من تحديات الحاضر.